بديع. ابننا ما اسموش بديع، اسمه وديع. بوتة؟ هو بوتة طلع كلب؟ يا فندم بوتة كلب. انا هرس فيه، انا فاكره ابنها. يا نواف براح شوي، ما تزعقش. زعلي يا عمار وانا زعق. زعق تاني؟ طيب زعق ازاي؟ بالراحة يا بنتي بالراحة، على اساس انت العمارة مش مستحملة. فيها يا جماعة؟ ثانية واحدة يا ابني، انت بترمي عليها كرسي خميس؟ خلاص خش يا ابني شوف كنت هتقول فيها يا جماعة. انا برضو نفسي اخرج من الاوضه دي، مش لاقيه اكره البيت. يعني ايه اتحبسنا؟ انا مخنوق. اعمل لي كده ريقي ناشف، دماغي منمله وعيني بتزغلل. شكلك كده هتودع مظبوط ولا عريحه؟ اي حاجه. طب فنجان ولا كوبايه؟ وانا كنت نازل ليه يا رمضان؟ ده انا نازل عشان اسحر. الله، بس انا مش فاكر الكلام. يا نهار ازرق، وهي فين دلوقتي؟ كانت تجري ودي كانت من نوادر، خليتها كده وهي بتجري عملت عفره، رحت لها هربان وجاي على هنا على طول. وايه الفول الحلو ده؟ اصحى يا عاطف يا حرامي، اصحى عشان تتسحر وتنام، ولما تقوم تبقى تسرق تاني. ناس كتير قوي يا خالي هتموتونا. هيموتونا ايه؟ وانا رحت فين يا نوال؟ تركز يا حزين، يا نادي يا جمال بتجري وتسيبني. ما كنتش بسيبك، انا كنت جاي نادي عم رمضان. ده بتلعب في دماغي يا صبيح صح؟ ومستمتع قوي، سيبني بقى العب براحتي في دماغك. مش مرتاح لك انا؟ دور هناك كده جنب امي يا بنتي. بتقول لك مش هنا يا بطتي. امال فين طيب؟ يا ربنا يكرمك يا دكتور. خليني نخلف قرد يا سامي عشان تجيبوا عياده حيوانات. ليه بس يا عم رمضان؟ وانت شايف الدكتور كتب له على سداني، ما هو زي الفل قدامك. الله اكبر. ايوه الله اكبر. ايوه ايه دي؟ افهم منها ايه دي؟ ايه دي؟ الدبوس. دبوس ايه؟ الجراب. جراب ايه يا اخي؟ يا دي الكراش. طب الحته بتاعتك البيت. ما تقول كراش على طول. ايه دي يا ابني؟ دي الشنطه بتاعت البيت التخينه. ايوه البيت التخينه انا عارفها. شكرا يا حبيبي. اديله 10 جنيه يا ابني. تايل انت راخر.